بص، الوزير المستجيب دايما نعمة من عند ربنا. أنا أحب الحكومة لما تستجيب قوي، وبالذات لما تستجيب للبرنامج ببقى سعيد. الحقيقة أنه استجابة لينا النهاردة لما كنا بنتكلم عن متحف النوبة، وكنا بنتكلم عن أن في ضرورة حقيقية من وجهة نظري أن الولاد في ثالثة إعدادي أو في أولى ثانوي ينزلوا ويزوروا الأماكن دي ورحلة نص السنة والكلام ده. فلقينا الحقيقة أنه السيد وزير التربية والتعليم دكتور رضا حجازي بيعلن عن الاستجابة بتاعته من خلال تنظيم رحلات طلاب الثانوية العامة بالتحديد الأقصر وأسوان علشان يتعرفوا على معالم بلدنا السياحية والأثرية والحضرية، وكمان التعريف بتطورات التنمية في مصر. يعني مثلا لما يروح الأقصر وأسوان هتلاقيهم بيزوروا الصد العالي وبيزوروا بنبان وبيزوروا المشروعات وما إلى ذلك. وأنا متأكد أنه على مدار العام هيبقى فيه رحلات تانية بتزور أماكن أخرى وبتزور أيضا مشروعات قومية عملاقة وما إلى ذلك. شكرا يا دكتور رضا، حقيقي أنا مبسوط فرحان مش بس علشان دي استجابة في التسعة، لكن الغرض الأهم هو أن الولاد يعرفوا بلدهم كويس. تعالوا بقى نروح لمين؟ لصفا هلالي. بقى أنا قابلت صفا مرة واحدة هنا هو في البرنامج، وبعدين وقتها وإحنا بنتكلم قالت لي على فكرة ده أنا كمان بعزف على الربابة. قلت لها أول بنت أعرف إنها بتعزف على الربابة. قالت لي لا ده أنا بعزف على الربابة. فلقيت النهاردة صفا جاية هي ومعاها كل إخواننا اللي منورنا ومشرفينا. ليديز فيرست، إزيك يا صفا؟ منورانا. عاملة إيه؟ كله تمام؟ الحمد لله بخير. كيف حالكم يا رجال؟ ممكن نتعرف بالأسماء بالترتيب. مهدي مصطفى، اهلا بيك. محمود عبد الهادي. محمود بن سوهاج زي صفا بالظبط. احمد شوربه من عندنا في الاليوبي. اليوبي. سوهاج اليوبي. اليوبي اليوبي. طب واسمك؟ هاني مرجان. هاني مرجان، نورتونا وشرفتونا. انا مش هاخد وقت كتير في الكلام، كفايه ان انا عمال بتكلم بقالي يجي ساعه ونص. انا عايز اسمع، وهتسمعونا ايه؟ هسمعك المربعات. انت سرحتي رحتي فين؟ مربعات في حد بينادي؟ لا لا بس يا اولاد مش كده. مربعات ابن عروس. مربعات ابن عروس مرة واحدة خبط لازق كده. توكلوا على الله. خشب المراكب من الصمت في البحر يا
الشريح وعودت على البر ناوي ويا منا زينا مجاري لكن صابرة على البلاوي دنيا علينا تربت ونزور بعينك رعيها شوف العنز لما تربت ما نطحت إلا رعيها ولابد عن يوم ومعلوم تنرد فيه المظالم ولابد عن يوم ومعلوم تنرد فيه المظالم أبيض على كل مظلوم أسود على كل ظالم كده على طول ده قلت هتكملوا معايا حبة مش كده ده حاجه حلوه خالص انا عايز اعرف بقى دلوقتي لما قلتي لي المره اللي فاتت لما اتقابلنا كنا مع طبلة الست صح كده انا فاكر قلتي ده انا ربابه ومش هقول لك لا ده احنا برضه لازم نتقابل المهم عدت يجي سنه ولا شويه اهو وبدانا نشوفك وانت معاك يا ربابه هتحكي لي حكايه الربابه وهتحكوا لي حكايه تكوين الفرقه ولكن بعد ايه بعد اسم الله عليكم وعلى حواليكم فاصل ونكمل الكلام مش راجعين على غنى ليه كنت عايز ارجع على غنوة انا قالوا لي لا مش هنرجع على غنوة طب فرصه برضو الواحد يتكلم شويه ثالث واحد ممكن يتكلم حبتين صفا انتوا عاملين الفرقه بقالكم قد ايه انا عامله الفرقه بقالي سنه واتجمعتوا ازاي من انا احتكاكي بالمجال يعني بقالي جيت 2013 هنا في القاهره كنت قاعده في سوهاج طول عمري يعني طول العمر في سوهاج كنت بتدرب في قصر ثقافه سوهاج وجيت هنا 2013 و دخلت كذا فرقه يعني فرق في مسرح البالون في كذا فرقه وفرق مستقله كتير حلو فاللي هو يعني احتكاكي بالمجال خلاني اعرف يعني اهل المجال بقى على الزملاء حلو جدا 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 طب انا برضه هنا هاخد راي كل واحد حد فيكم اشتغل معاه عازفه بتاء التانيث ربابه قبل كده ولا لا طبعا خالص ولا مره في سوهاج استحاله استحاله بهزر الايه وبعدين طلعت سوهاجيه في الاخر دي ترجع على البلد دي ما تقعدش هنا خالص نهائي طب لما لقيتوا انه صفا بتجمعكم خلاص انتوا اتعرفتوا على بعض وعارفين بعض وكلنا اولاد مهنه واحده وكلنا بنعمل بالموسيقى وبتاع لكن ما شكتوش الم يساوركم القلق ها أكيد. مين المتحدث اكيد لا صوركم القلق لا 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 ولا لا 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 لازم الواحد تحيز للسوهاجيه الصيني ما بيرحمش احنا نتحاسب مع بعضينا لكن مش على الهوا بعدين هم ممكن يكونوا قلقانين من فكره ان ست يعني وكده بس انا بدرس برضه عشان اعرف اكتر في اكاديميه الفنون بتدرسي على الربابه ولا على تراث الموسيقى الصعيدي والموسيقى الفلاحيه والحاجات دي كلها الموسيقى بشكل عام بتفكروا يا جماعه تطلعوا تلعبوا مزيكا بره ولا لا اكيد بجد والله بنسافر. الفكره جايه في دماغكم احنا بنسافر وبنلعب بره كتير يعني انتوا بتسافروا بالفرقه بتاعتنا دي بتطلعوا بره ولا لا بالفرقه دي لا. لسه ما سافرناش بس ممكن كل واحد لوحده او اتنينات او حاجات زي كده ولعبتوا مزيكا فين احكوا لي انا الحاجات دي بالنسبه لي مهمه جدا كتير حدث ولا حرج لعبنا مزيكا في لعبنا مزيكا في امريكا ولعبنا في فرنسا وفي بلجيكا واوروبا بالكامل يعني وباقي الدول العربيه حلو فدول يعني ناس العربية أصحابنا ناس قديمة قوي يعني كلهم من زمان لا ما دول لا يعني سيادة الشغلانة زي ما بيتقال الـ 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 السينيورز طيب تعالوا نسمع بقى يا عمرو انت بتفسد حبل افكاري كل مرة عمرو زكريا مذهل يقول لي عايز السلطنة والأمسية حلوة بص عشان الكلمة دي احنا ان شاء الله هنمد 15 دقيقة بس ترجعوا للإدارة خلونا نسمع الأول يلا We'll be right back.
رب كل من له حبيب ما تحرموش منه، يا رب كل من له حبيب ما تحرموش منه، ما تبهدلهوش يا زمن إلا نشبع منه. قعدت فوقك كده تصحصحك تدي، والله بتكلم بجد اللي هو ايه، هدوء ومزمار، ورحنا داخلين بالناي وطبعا عندنا خلفيه ربابة، وفجاه انا حسيت ان دلوقتي رحت عامل بقى كده، تقمصت انا دور على طول قائد الفرقه المسائي. فمولي ما بيعرفش يلعب مزيكا دايما متقمص ليس الا يعني. اكيد طبعا اكيد. 30 سنه، اكتر من 30 سنه بحاول اتعلم، مش نافع يا جماعه. طيب خليني بقى هنا هرجع على المساله بتاعت لما بتسافروا، بصرف النظر ان انتوا هتسافروا مع بعض كفرقه او هتسافروا كعازفين بشكل منفرد او ثنائيات او صفة لوحدها وحاجات زي كده، استقبال الناس الاجانب ابيض وشعر اصفر وعينيه ملونه، ده سيبك من اخواننا العرب احنا فاهمينه وهم فاهميننا، جماعه الاجانب بيستقبلوا المزيكا بتاعتنا ازاي؟ استقبال الاجانب بتبقى معاك يعني بيتفاعلوا معاك. بيحبوا الفن ده فولكلور المصري الصعيدي، اقول في كل مصر كله هم عايزينه اصلي بقى، عايزينه بالظبط، عايزين الاصلي بتاعه. حاجه مش عايزينه مجود. ايوه مش عايزينه يعني بمعنى كده يعني بعبله كرافات زي ما هو. بعبله بطعمه بطريقته. بس الفرقه دي يعني انا بخطط ان شاء الله ان هي تسافر اماكن كتير يعني. لازم بكلمكم بجد والله. خليني الاول انا اسلم عليكم لان هم بيقولوا خلاص احنا هنخت، وانا حاولت ان انا مدي الحلقه قدر الامكان، الظاهر ان انا ماليش اي سيطره على ما يبدو ان انا مش مسيطر، بس مش دي المساله برضو الانضباط حلو، لازم انضبط بميعاد البرنامج. طبعا كنت انا قاعد عمال بحاول ازق، يمكن يبعتوا لي يقول لي هنمد ولا حاجه ولا كده، ما فيش برضو. المره طيب الجايه بقى، المره الجايه جايات اكتر من رايحات ان شاء الله. مليون الف تحيه لسوهاج، مليون لاهل الاليوبيه الكرام، نورتونا وشرفتونا بجد.
اخواتنا واهالينا يعني، وكضيوف اعزاء وفرقه بجد حلوه. برافو صفا ان انت جمعت لنا التجميعه الحلوه دي. وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الفرقه بقى كفرقه تطلعوا مع بعض اوروبا، وساعتها هنتشعبط في ديلكو ونروح نصور معاكم. انت من قدامنا، احنا هنتشعبط. ده شرف كبير لينا. لا ده احنا اللي هنتشعبط. نورتونا وشرفتونا. هتسمعونا ايه؟ حاجه في الافراح الصعيدي كده، جزء الحمام. خشوا بيها وتبقى دي احلى ختام لاسبوعنا. واحنا لو كلنا العمر نقابلكم ان شاء الله ان شاء الله يوم السبت الجاي وبرنامجكم التاسعه. اسيبكم بقى مع اغنيه مفرحه، فرح صعيدي على ابوه. فوق برجنا يا حلاوة يما، عالحمام فوق برجنا.